إن كنت عاشقاً لكرة القدم دون الاهتمام بتاريخها، فستفاجئك المعلومة التالية: منتخب السنغال الرهيب لم يفز بأي بطولة في تاريخه. السنغال ما كانتش من قوى إفريقيا تاريخياً، وكان الوصول لقبل نهائي أمم إفريقيا 1990 هو أكبر إنجازاتها. وجه حاج ضيوف، ضيوف بجيله صنع المجد، لكن مجد منقوص اللقب. وصلوا كأس العالم 2002 وبلغوا دور الثمانية كأكبر إنجاز إفريقي تاريخياً، موقفهمش غير هدف تركيا الذهبي. وفي أمم إفريقيا قبلها بشهور كانوا وصلوا لنهائي البطولة لأول مرة، لكن في مواجهة العملاق الكاميروني وحامل اللقب. وفي نهائي سلبي كانت ركلات الترجيح هي الفيصل. هنا أهدر حاج ضيوف نجم الجيل وأليو سيسي القائد عشان يروح اللقب للكاميرون للمرة الرابعة. وبعد 15 سنة واعتزال سيسي، كان أليو سيسي قائداً للسنغال من تاني، لكن كمدرب وفي قيادة خليفة حاج ضيوف ووريثه الشرعي ساديو ماني. أليو سيسي قاد السنغال لكأس العالم مرة تانية في روسيا 2018، وبعد أداء جيد كان الحظ العثر بيلازم السنغال من تاني وبيقصيهم من دور المجموعات بسبب اللعب النظيف فقط عن اليابان. أليو سيسي قال وقتها: علينا احترام القوانين، لكننا تمنينا لو ودعنا البطولة بطريقة أخرى. وفي استكمال لدورة حياة أجيال السنغال التاريخية، كان أسود التيرانجا، ولمن لا يعلم فأسد التيرانجا تعني الأسد اللطيف، على موعد مع بلوغ نهائي أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخهم في مصر. المنافس المرة دي هو الجزائر، ومن تصويبة ضالة لبغداد بونجاح بتخبط في مدافع وتغير اتجاه، توجه الكاس إلى الجزائر بدلاً من داكار. أليو سيسي اسم معروف في إفريقيا كلاعب في باريس سان جيرمان وبورتسموث، وكمدرب للسنغال من 2015 والحد دلوقتي. وبعد غصة الخروج فارق إنذارين مع اليابان في كأس العالم وخسارة لقب إفريقي منتظر بتصويبة طائشة، هيكون أليو سيسي وساديو ماني في قمة الإصرار لإسعاد شعب طالما انتظر معانقة الذهب لأول مرة. إصرار دفع سيسي لمهاجمة يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد تقليله من أمم إفريقيا، والتصريح: لولا اللاعبين الأفارقة لم يكن كلوب ليحظى بذلك النجاح مع ليفربول. السنغال في مجموعة سهلة بتضم زيمبابوي وغينيا وملاوي، العبور منها أمر حتمي وسهل، لكن الأهم هو الاستمرار. ثم الأهم على الإطلاق هو إذا وصل سيسي للنهائي، إهدار الركلة أو استقبال هدف كوميدي لم يعد مسموحاً به لأسود تود محو لقب تيرانجا من قاموسها واستبداله بأسود شرسة.